بسم الله الرحمن الرحيم، أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم على فيديو طلب مننا، يعني مفهوم الميني تنس الأرضي. ده يعتبر الجزء الثاني من مفهوم الميني تنس، لأن الميني تنس إحنا قلنا علم أصبح علم مأخوذ في جميع الدول، وخاصة بدأ في أوروبا وأمريكا يعني، وأصبح جميع الأبطال اللي هم حاليًا بيمثلوا دولهم كلهم خريجة أكاديميات تنس في البداية. ومدارس، مدارس واكاديميه. احنا عايزين نتكلم بقى عن الميني تنس الجزء الثاني. الميني تنس طبعا هو تعليم، واحنا عارفين ان الميني تنس تعليم وتدريب الاطفال احدث اساليب فن اساسيات اللعبه، اللي هو التكنيك. الاطفال بناخد الطفل ازاي نعلمه تكنيك اللعبه او تكتيك اللعبه. الميني تنس يمتاز ان هو سهل في معداته وفي اساليب تعليمه، يعني مش معقد زي التنس الكبير. وتلاحظ ان هو لعبه شعبيه بين الاطفال، يعني لما تجيب تعمل كذا طفل مع بعض يرقطوا مع بعض، بيبقى زي مرح او فن بين الاطفال ومن بعضها، وبين الغني والفقير، يعني ما بيبقاش، لان التنس الكبير ما زال يحتفظ به الاغنياء حتى الان. اما بالنسبه للميني تنس في ميزه ان هو بيلاحظ ان هو ينفع الاغنياء وينفع الفقراء في نفس الواحد، عكس التنس الكبير المكلف او عالي التكاليف والمقتصر على الاغنياء فقط. لأن الطفل بيلعب بأي مضرب يصلح ينفع للطفل، وأي ملعب ينفع للطفل، لكن الملعب الكبير لازم يكون طبقا لمقاييس وموازين معينة. أما بالنسبة للميني تنس ليس عندنا مقاييس للملعب، لا طول ولا عرض ولا شكل، بالنسبة أي مكان نحط فيه الشبكة تنفع ملعب تنس للأطفال. إذا دور المدرب سوف يكون هو أهم شيء في تدريب الميني تنس، يعني دور المدرب هو أهم شيء اكتر من المعدات او التكنيك. هو المدرب اللي له دور كبير في الميني تنس، لانه بيحرص على توصيل المهاره للطفل في سن معين، لانه بيبقى عنده احترافيه ان هو يصل الى الطفل بطريقه سهله ليس فيها اي تعقيد. من السهل ان هو يقدر يوصل الطريقه العلميه او العمليه السهله للطفل، دي بتبقى في ايد المدرب. حتى يصل لنا اكتشاف المواهب من الاطفال لابد ان يكون المدرب عنده حسن التصرف والصبر لكي نصل بمسيره التنس الى رقب التقدم العلمي العالمي المذهل الموجود حاليا في العالم، وتقدر تجيب بطل. شكرا.